عليكم ورحمة الله. السيشن الأولى من ريدس. السيشن اسمها يعني راح يكون عبارة عن introduction، مقدمة لريدس. معكم إسماعيل عنجريني، ريدس سيرتيفايد ديفلوبر، وراح نستخدم جوجل ميت عشان يعني نقدم هاي السيشن. طيب السيشن طبعا راح تحكي عن ريدس كانترودكشن فقط، وما راح ندخل في تفاصيل ريدس الكثيرة صراحة، لكن راح نعطي المعلومات الكافية اللي تمكننا من معرفة إيش الإمكانيات اللي موجودة في ريدس، واللي راح تساعدنا في اتخاذ القرار بإمكانية استخدامها في مشاريعنا سواء الجديدة أو القديمة إلى آخره، أو حتى تساعدنا في تحسين استخدامها لو يعني كنا نحن إيش نستخدمها. طيب أول شيء راح نبدأ بالسيرفي اللي حطيناه على الجروب على تيليجرام، يلي هو هل استخدمت ريدس في مشروع؟ كان الجواب 56% نعم و44% لا، اللي عدد صوتوا 91 من 243، وهذا صراحة العدد جيد. النسبة أنا صراحة تفاجأت بالنسبة اللي باللي ما استخدم، أو يعني بشكل عام بالنتائج. للأمانة أنا كنت أظن ريدس هو واحد من التولز اللي هي موجودة في الماركت واستخدامها يعني منتشر، لكن يبدو أنه الموضوع لا، الموضوع فعلا يستخدم عند النيد كما هو يعني معروف في كل التولز. فهذا بيعطينا خلينا نقول لمحة عن كيفية خلينا نقول إدارة السيشن، وإيش الأشياء راح نبدأ فيها سواء الآن أو في السيشن اللاحقة. وإن شاء الله راح نحاول في الشهر هاد نعطي سيشن يمكن كل أسبوع عن ريدس، بحيث أنه يعني ندخل في جو ريدس، ومن ثم يعني راح نبلش في جلسات يعني متفرقة، قد تكون كل أسبوعين كل ثلاث أسابيع. وطبعا الأسئلة دائما مرحب فيها على الجروب، سواء على الجروب أو بشكل شخصي أو بأي طريقة أنتوا تشوفوها مناسبة. طيب أول شيء راح نبدأ بهاي الجملة كاش، كاش مع إشارة تعجب. أي شخص سمع بريدس، وحتى أنا صراحة كنا نظن أنه ريدس هي للكاش، وهي حقيقة للكاش، لكن كنا نظن فقط للكاش. للأمانة ريدس هي مو فقط للكاش، حتى ريدس نفسهم الآن بيقول لك نحن نحاول تغيير الصورة النمطية عن ريدس، انه نحن لازم نستخدم ريدس just for cash. والكاش كل الديفلوبرز بيعرفوها، هي اللي هي نحن نحتفظ في الداتا اللي نجيبها خلينا نقول من الريبوزيتوري الاساسي، سواء من اوراكل او من SQL سيرفر او ماي سيكوال، ونحطها بريدس او بكاش، سواء في ميموري كاش او بريدس كاش، عشان نسرع البرفورمانس. او واحد من اهم الاستخدامات تبع الكاش هو تسريع البرفورمانس للابليكيشن اللي عم نستخدمه. صراحة الريدس مش فقط للكاش، يمكن الكاش ميزة الكاش في ريدس قد تكون 10 أو 15% من الفيتشرز أو من أهم الفيتشرز اللي موجودة في ريدس. ريدس هي ما هي فقط للكاش، هي باختصار هي نو سيكوال داتابيس، والنو سيكوال داتابيس إلهم أنواع، إلهم في كي فاليو، في دوكيمنت داتابيس، وفي جراف داتابيس، وفي أنواع أخرى. ريدس هي نو سيكوال داتابيس وتعتمد الموديل اللي هو كي فاليو. طبعا راح نشوف انه مو فقط كي فاليو، راح نشوف انه ريدس عم بتحاول حتى تضيف اشياء تخرج من الاطار النمطي تبعها يلي هو ايش كاش. فاللي هو يعتقد انه ريدس فقط كاش لازم يصلح هاي النظرة، لانه هي مو فقط كاش، هي فكر في ريدس نو سيكوال داتابيس كي فاليو. شلون مونجو دي بي هي دوكيمنت داتابيس، هي نو سيكوال دوكيمنت داتابيس. شلون الاستيك سيرش هو نو سيكوال كمان دوكيمنت، بيعتمد دوكيمنت موديل. ريدس هي نو سيكوال كي فاليو موديل. واحد قد يكون من اشهر الاستخدامات اللي نحن بنشوفها هو الكاش، لكن ليس فقط الكاش. طيب خلنا ناخذ هيك اوفر فيو سريع عن ريدس. طبعا اللي عنده اسئله مباشره يقاطعني ويسال، او يكتب على الشات ونجاوب مباشره. ريدس الاختصار تبعها هو ريموت ديكشنري سيرفر، هو ريموت ديكشنري سيرفر.
ريدس الفاوندر والكوفاوندر كانوا شغالين على ابلكيشن اسمه اللوج سمثينج، هيك هن اثنين ايطاليين كانوا شغالين على ابلكيشن بيسوي اناليسيس لداتا تايم سيريز داتا الى اخره، بعدين اكتشفوا انه بحاجه الى تول تسرع شغلهم. المهم بعد 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 يعني خلينا نقول شغل وصلوا انه هن اخترعوا او سووا ريدس، بعدين تخلوا عن المشروع، حتى موجود الان على جيت هاب وحاطين انه هو كلوزد من 7 سنوات تقريبا او اكثر. يعني ريدس احد اهم الميزات صراحه في ريدس انه هي فيري سمبل، حتى الداتا اللي فيها الداتا تايبس اللي فيها هي يمكن البيزك داتا تايبس الموجوده في اي لغه برمجه اللي موجوده في اي تول. في عندهم مثلا داتا تايب سترينج، في عندهم ليست، في عندهم سيت، في عندهم اوردر سيت، في عندهم ستريم. قد يكون ستريم واحد من اواخر ال خلينا نقول داتا تايبس اللي اضيفت على ريدس، ومع ذلك هو كل هدول التولز او كل هدول الداتا تايبس هي جدا بسيطه باستخدامها وتعتمد على مبدا الكي فاليو. ريدس هي ان ميموري، ريدس هي ان ميموري، لكن بامكانك تسوي كونفيجريشن تكتب على الديسك، على الديسك داتابيس. ايش يعني ان ميموري؟ يعني اي مشكله خلينا نقول في الداتا في الميموري في الـ في في الداتا اللي مخزنه في الميموري، ريدس بصير فيها مشكله. ريدس تعتمد بشكل اساسي على الميموري للعمل، يعني اي شيء بتسويه اي قراءه او كتابه للبيانات بتعتمد على الميموري، ابدا لا بتقرا ولا بتكتب من الديسك من الهارد ديسك ابدا. يعني هلا في مثلا خلينا نقول قواعد بيانات سواء ريدس نو سيكوال ولا ريليشنال بتكتب على الهارد ديسك، وفي عندها طريقه انه تكيش الداتا في الميموري الى اخره. لا، ريدس فقط تقرا وتكتب من الميموري، وهذا يمكن هو سبب يعني او احد اهم اسباب السرعه اللي تتميز فيها ايش ريدس. فلذلك لما بدك تستخدم ريدس اعلم انه انت عم تتعامل مع الميموري فقط، فكل ما كانت الكواليتي تبع الميموري اللي عم تستخدمها افضل، كل ما كان او كل ما كان حتى الكباسيتي اعلى، كل ما كان البيرفورمانس تبع ريدس بشكل عام احسن. الداتا سيت تبع تبع ريدس عم بيقول لك ما ممكن تكون اكبر من الميموري. ايش يعني الداتا سيت؟ يعني انت اذا عم تستخدمها خلينا نقول في الكاش او في اي شيء اخر، وعندك لنفترض حجم الداتا هو 10 جيجا والميموري 8 جيجا، ما بامكانك تخزن ال 10 جيجا في ريدس، لازم 2 جيجا ينحذفوا من ريدس. لذلك عم بيقول لك الداتا سيت ما ممكن تكون اكبر من الميموري اللي موجوده على السيرفر او على المشين اللي هوستد عليها ريدس. هلا طب السؤال اللي ممكن يطرحه واحد، طب يقول الميموري ما هي خلينا نقول ريلايبل كفايه انه انا اعتمد عليها بشكل كافي في المشاريع. في عندهم طريقه انه يسووا يكتبوا الداتا اللي يكتبوا الداتا اللي موجوده في الميموري يكتبوها على الهارد ديسك. في عندهم طريقتين. طبعا لما نقول يكتبوا هذا لا يعني انه هن بيقراوا من الهارد ديسك، لا، ولكن انت تخيل ال RDB وال AOF هن طريقة للباك اب ليس اكثر، تمام؟ ورح نشرح عنهم طبعا لاحقا. RDB هو Redis Database وال AOF Append Only File، هيك اسمه، هيك اختصارهم. هدول الطريقتين او النوعين اللي بيستخدموا Redis الهدف منهم انه ياخذ باك اب عن الداتا اللي في الميموري ويحطها على الهارد ديسك. ليش بده باك اب؟ لانه في النهاية اذا انت سويت ريستارت للانستنس تبع Redis او سويت ريستارت للسيرفر راحت الداتا اللي في الميموري، طب منين بدي احصل عليها؟ احصل عليها من ال RDB فايل او من AOF فايل. وكيف بحصل عليها؟ في خلينا نقول مجموعه تعليمات بتساعدني انه انا استخرج الداتا اللي موجوده في ال RDB او AOF وارجعها على الميموري. هلا ممكن واحد يجي يقول طب ما هي خلينا نقول الداتا اللي انا حاططها في الداتابيس في ريدس هي كاش. فانا بيكون جوابنا ايش هو؟ اولا ريدس ليست فقط للكاش، في بعض المشاريع ريدس تستخدم از برايمري داتابيس. يعني ايش يعني برايمري داتابيس؟ يعني الداتابيس الوحيده اللي موجوده في المشروع، فاوبشن انه تروح الداتا ما هو مطروح. هي اولا. ثانيا حتى لو تستخدمها في الكاش بعض المشاريع في عندها
مئات الجيجاز من الداتا اللي تخزن في الميموري. طبعا المئات الجيجا هذا واحد بيقول طب يعني انا في عندي سيرفر فيه 200 جيجا، لا، لانه انت بيكون عندك كلاستر، فبيكون عندك اكثر من انستنس، وبالتالي بتحسن تخزن اكثر من 100 جيجا مثلا. فانا عمليا انه ارجع اسوي ريكاش للداتا من البرايمري داتا بيس تبعي، سواء اس كيو ال ولا اوراكل ولا ماي سيكوال ولا بوستجري ولا اي داتا ريبوزيتوري، وارجع احطها في الميموري، ترى هذا مكلف جدا، وممكن الويب سايت تبعي او الابلكيشن تبعي يصير بطيء لليفل انه يعني يصير نوت افيلبل. فلذلك ان عندهم اليه انه يسووا باك اب للداتا على هارد ديسك عن طريق ار دي بي واي او اف، وراح نشرح عنهم طبعا كل هدول. عم بيقول لك ريدس ما عندهم بلان ابدا انه يسووا ريدس ديسك بيست، ما عندهم، يعني ما عندهم بلان تجي انت تكتب على ريدس فيروح يكتب وين على الهارد ديسك، او تقرا من ريدس يقرا من هارد ديسك، هاي البلان ما هي موجوده في ريدس. لذلك مثل ما قلنا ريدس تقرا وتكتب فقط في الميموري. طيب في عنا شيء اسمه ريدس كلاينتس. ايش هو ريدس كلاينتس؟ ووحدة صراحه من الاشياء المهمه في اي تول تستخدمها هي اللايبراريز اللي متوفره اللي انا ممكن استخدمها عشان في ابلكيشن تبعي. يعني انت اذا عندك ابلكيشن جافا وبدك تتصل على ريدس، فبدك يا اما انت تكتب الكلاينت لايبراري اللي تتصل بريدس وتفهم البروتوكول تبعه يلي هو اسمه اتوقع ريسب وبيشتغل لو ليفل تي سي بي ليفل، او بدك تجيب مثلا نوجت باكج او اي تول تانية تستخدمها. ففي يعني عدد كتير جيد من الكلاينتس لايبراري اللي بامكانك تستخدمها عشان في الابلكيشن تبعك، مثلا دوت نت، بايثون، جافا، كلياته هذا افيلبل، نوت جي اس، وبتلاقيه على موقع ريدس، ويعني وصراحه تراستد وبامكانك تعتمد عليهم في المشاريع، الى درجه انه في مايكروسوفت نفسها بتعتمد على واحده من اللايبرريز المشهوره حسب علمي صراحه في الكاش بروفايدر اللي موجود مثلا في دوت نت كور. طبعا مثلا في سي شارب اشهر لايبرري هي راح تكون طبعا اشهر لايبرري هي الاكسشينج ستاك يلي هي من ستاك اوفر فلو. طيب كلاود بروفايدر، ريدس موجوده على الكلاود بروفايدر كلهم، موجوده على اجور، موجوده على اي دبليو اس امازون، وموجوده على جوجل كلاود. طبعا كمان على حد علمي المين كاش خلينا نقول داتابيس او تول الموجوده على ثلاثة بروفايدرز هدول، وممكن الاخوان الاكسبرت في 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 الكلاود بروفايدرز مثل امازون ومثل اجور حتى جوجل ممكن يصلحونا، اللي اعرفه انه المين داتابيس اللي قدمها او مين خلينا نقول كاش سيرفيس تعتمد على ايش؟ على ريدس. طيب السيشنز اللي نحن ان شاء الله راح نسويها بشكل متلاحق راح نحكي فيها عن داتا تايبس، عن الموديولز. طبعا واحده من اهم الاضافات اللي اضافوها لريدس في السنوات الاخيره شيء اسمه موديولز. احتفظوا بالكور تبع ريدس وسرعة ريدس، وقالوا نحن بدنا نسوي اكستند لريدس بحيث ما تضل كاش بروفايدر، لا يعني فعلا يصير فيها اشياء اخرى تحسن تستفيد منها بخدمات تانية. حتى واحد من الاصدقاء اسمه نور قال لي هذا صراحة ما هو ريدس، هذا اسمه ريدس ستاك، وفعلا هو ريدس ستاك. كمية الموديولز اللي موجودة في ريدس واللي تفيدك في شغلك صراحة كبيرة. يعني مثلا في شيء اسمه ريدس اي اي، تصور انت بامكانك بامكانك انت تسوي ماشين ليرنينج واي اي تاسكس على ريدس. في عنده موديول كامل للسيرش، سيرش مثل الاستيك سيرش مثلا، في عنده شيء اسمه ريدس سيرش، في عندهم ريدس جراف، في كتير في كتير موديولز. لذلك قلت لكم هي ما هي كاش، وراح نحكي عنهم طبعا بشكل متلاحق. كلاسترينج، راح نحكي عن ريدس كلاستر، كيف نبني ريدس كلاستر، وايش الميزات اللي فيه ريدس كلاستر، وكيف الفولترز تبعه بيشتغل، وكيف الشاردينج تبعه بيشتغل. لانه في النهايه انت ما بامكانك تخزن انليميتد سايز على سيرفر واحد، فلذلك انت بحاجه لاكثر من انستنس واكثر من ماشين تشيل الداتا اللي انت راح تخزنها في الميموري. وطبعا يعني لو حكينا عن يوز كيسز كثيره بتستخدم ريدس عشان تخزن يعني كميات هائله من الداتا، تيراز من الداتا، فهون طبعا توضح اهميتها. يعني مثلا مثل تويتر،
تصور تويتر، او مثلا في خدمه بتشبه اوبر في امريكا كمان بيستخدموا ريدس، يمكن اوبر حتى بتستخدم ريدس. فكل هدول التولز او هدول السيرفيسز بحاجه لايش؟ كلاستر، ريدس كلاستر. طبعا هو كي فاليو، فمن اهم الاشياء صراحه نحكي عليها هو الكي، بنيه الكي وايش هو الكي وكيف بيشتغل الى اخره. طبعا الكي نفسه هو لانه الكور بزنس صراحه تبع ريدس، راح نعطيه يعني تفاصيل كبيره ان شاء الله. من الاشياء اللي ممكن نستخدم فيها ريدس مسجين كيو. الكل لما اول ما يطرح خلينا نقول استخدام المسجين كيو، ممكن معظمنا اول شيء يخطر في باله ايش هو؟ يخطر في باله انه ربط ام كيو كافكا. طبعا ريدس فيه مسجين كيو، وللامانه معظم الاشياء اللي نحن مثل ما يعني حكينا اول، معظمنا كان يظن انه ريدس هي للكاش، هي مش فقط للكاش، لكن هن صراحه طوروها بشكل كتير كبير في السنوات السابقه، بحيث انه تضمن. يا اخي هذا المزعج صراحه، هذا صديقنا جوجل ميت. طيب فانت بامكان من اليوز كيسز ممكن تستخدم فيها ريدس هو المسجنج كيو، تمام، مثل رابط، مثل كافكا، وممكن هو اقرب لكافكا من رابط ام كيو. ستريمينج، اللي اشتغل على كافكا بيعرف في شيء اسمه ايفنت سورسينج، في شيء اسمه ستريمينج في 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 كافكا، حتى في رابط ام كيو في ستريمينج بطريقه او باخرى. ريدس بتقدم خدمه كامله اسمها ستريمينج بسرعه يعني كبيره جدا، ممكن يعني حتى هن يعني البنش مارك تبعهم بيقولوا بننافس سرعه كافكا وسرعه التولز الثانيه. من اليوز كيسز اللي استخدم فيها ريدس هو الايفنت دريفن. واحد من يعني الباترن تبع ايفنت دريفن في الديفلوبمنت اللي اشتغل عليه بيعرف انه بحاجه لتولز، بحاجه مثلا لكاش لاير بحيث يستخدمها مع الموديولز المختلفه. المايكرو سيرفيس، وصراحه يعني انا بحط دائما نجمه على المايكرو عشان يعني الحساسيه تبعها. من اهم اليوز كيسز اللي تستخدم فيها ريدس هو المايكرو سيرفيسز. طبعا راح نحكي عن السكيورتي، كيف نسوي ريدس سكيور، الكلاستر كيف يكون سكيور الى اخره. طيب بدنا ننتبه على نقطه انه ريدس دوت اي او هو في هو خلينا نقول الموقع الرسمي لريدس، واللي هو بيحكي عن الاوبن سورس فيرجن من ريدس، تمام. ريدس لاب، ريدس لاب دوت كوم هو الشركه اللي قائمه على ريدس، اللي هي بتطور الانتربرايز فيرجن واللي بتطور طبعا الاوبن سورس، وهن بناء على الموقع تبعهم متعهدين انه يستمروا بالاوبن سورس فيرجن والفري فيرجن وما يغيروا اللايسنس تبعهم فور ايفر، بناء على طبعا الموقع تبعهم. الله اعلم ايش بتغير في المستقبل. مثل ما قلنا من امكانك من خلال ريدس، ريدس لاب، تسوي انستنس على مايكروسوفت كلاود، على اجر، او على جوجل كلاود، او على اي دبليو اس، تمام. طبعا اللي عنده سؤال ممكن يعني يتفضل ويشاركنا بالسيشن. طيب ايش اليوز كيسز اللي نحن ممكن نستخدم فيها ريدس قبل ما ندخل في الفيتشرز جوات ريدس ونشوف كيف تشتغل ريدس والى اخره. اللي كان يظن ريدس هي فقط للكاش يشوف اول سطر يلي هو اليوز كيسز تبع ريدس. فرود ميتيجيشن، وحده من الاشياء اللي هن بيفتخروا فيها، واحد من الموديول اسمه ريدس اي اي، يقول لك حسب البنش مارك تبعهم انه الفرود ديتكشن على الكريدت كارد او الفيزا كارد او الكاردز بشكل عام، البيمنت في 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 البرودكتس الحاليه تحتاج مثلا 100 او 200 ملي سكند. هو بيقول لك نحن نحتاج 1 ملي سكند. ريدس بتتكلم بالسرعه تبعيتهم، بيحكوا عن ملي سكند، 1 2 10 ملي سكند. لذلك لما بتشوف انه هن عم يشيروا لتاخر في الدوكيومنتيشن تبعهم، ترى هن لما يقولوا ديلي ما قصدهم 1 سكند 10 سكند، هذا مو مطروح اصلا انه يوصلوا لسكند. لما يوصل 100 200 300 ملي سكند، معناته انت في عندك مشكله في ريدس، وريدس بطيء، هو دائما عم يحكي اصغر من 10 ملي سكند في البرفورمانس تبعه. فواحده من اليوز كيسز هو فرود ميتيجيشن، وفي واحده من اليوز كيسز اللي طارحينها في موقعهم فعلا بيقول لك نحن
قدرنا من ريدس اي اي نوصل لاقل من 10 ملي سكند في اكتشاف المشكله في البيمنت كارد اللي مستخدمين. ريل تايم انفنتوري يعني في الاي كوميرس انت بامكانك تستخدمها في الشوبينج كارت مثلا، او حتى تستخدمها از ستورج للبرودكت تبعك. الفوركاستنج اللي هو انه تسوي اناليسيس للداتا اللي عندك، للتايم سيريز داتا اللي عندك، وتسوي فوركاستنج. ليدر بوردز، طبعا ليدر بوردز اللي اشتغل في الجيم ديفلوبمنت بيعرف انه من اهم استخدامات ريدس هو الليدر بورد. طبعا لما نحكي نحن عن مثلا موقع اونلاين بيقدم العاب فيه الاف بل مئات الالاف، قد يكون ملايين الجيمرز في نفس الوقت، فواحدة من اهم استخدامات صراحه ريدس هو الليدر بورد سواء في الجيمز او في اشياء ثانيه. وواحدة من اليوز كيسز هو الكاشينج، هن لما بيقدموا صاروا ريدس صار يقولوا 1 2 3 4 اند كاشينج، لانه هن عم بيحاولوا يغيروا الصوره النمطيه عن موضوع ريدس انه هو فقط الكاشينج. السيشن مانجمنت وحده من الفيتشرز اللي نزلت مثلا مع دوت نت كور اللي شافها انه بامكانك انت تسوي السيشن مانجمنت عن طريق ريدس. طبعا لانه يعني هي فيها فيتشرز بتساعد في هذا الموضوع اضافه للسرعه اللي بتوفرها ايش ريدس. كاستمر 360، طبعا هون المقصود كاستمر 360 انه انت ممكن تجمع الداتا اللي موجوده عندك في المايكرو سيرفيس بين قوسين، او موجوده في ابلكيشنز مختلفه في 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 الاورجنايزيشن تبعك او في في اكثر من مكان، تجمعهم كلهم في ريدس وتشكل صوره كبيره عن ايش عن الكاستمر. الكليمز بروسيسنج مثلا في 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 الانشورنس كومبانيز ممكن تكون طبعا كمان مفيده. في الريكومنديشن انجن ايضا ممكن، طبعا الريكومنديشن انجن يعني مثلا لما تدخل على امازون او على سوق دوت كوم وتشوف انه مثلا هو بيسوي لك ريكومنديشن على كتب او بيسوي لك ريكومنديشن على تولز معينه ويقول لك اشتريها، فهو ممكن يسوي لك ايش ريكومنديشن انجن. طبعا بيستفيد بسرعته وبيستفيد من المودولز اللي موجوده. طيب الداتا ستراكشرز، لو تنتبهوا على قسم الداتا ستراكشرز هون، داتا ستراكشرز الداتا ستراكشر في عندنا شيء اسمه سترينجز، في عندنا شيء سترينج اللي هو سترينج، طبعا سترينج بيحكوا عنه باينري سيف سترينج، باينري سيف سترينج. على سبيل المثال هل بامكاني انا مثلا احط ايموجي مثلا نقطتين مثلا قوس احطها ككي؟ يس، لانه هن بتعاملوا مع سترينج از باينري سيف سترينج، ما بتعاملوا معها مثل مثلا مثلا بدوت نت او بجافا لازم يكون الفاريبل له اسم له كونفيشن معين. لا، سبيس ممكن يكون كي، امتي سترينج ممكن تكون كي الى اخره. البيت فيلد هو صراحه ما هو داتا تايب بقدر ما هو مجموعه ميثودز وكومنتس بامكانك تنفذها على سترينج عشان تستخدم البيت في 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 الابلكيشنز تبعك. السورتد سيت هي عبارة عن مجموعة ولكن مرتبة حسب سكور معين. جيو سبيشال عشان موضوع الأشياء الجغرافية والمابس إلى آخره. الليست، الليست هي اللي لو انتبهتوا نحن حكينا عن مسجين كيو، الليست هي اللي تستخدم في إيش في المسجين كيو بسبب الميزات اللي موجودة فيها. البيت مابس، الهاشز، الهاشز اللي هي عملية بتعتمد على كي فاليو، كي فاليو جوات الهاش نفسه في كي فاليو، يعني مثلا أنت بإمكانك تيجي تقول مثلا اليوزر نقطتين 10 مثال، هذا هو الكي فيه نيم مثلا اسماعيل، ايج مثلا 30، مش عارف ايش تاريخ الميلاد اكس، الجنسيه واي الى اخره. فانت جوات الهاش هو تخيل الهاش هو في النهايه الهاش اللي نحن نستخدمه في الديفلوبمنت هو كي فاليو، فالهاش نفسه بامكاننا ايش نستخدمه ايضا كي فاليو. سيت هو مثل السوردت سيت ولكن ما هي مرتبه، ولكن هي ما هي مرتبة. طيب الهايبر لوج لوج، الهايبر لوج لوج هو طبعا هو خلنا نقول ستراكشر أو داتا تايب ما اخترعته ريدس، ولكن هو يعني موجود وتم اختراعه من علماء الرياضيات والإحصاءات عشان يساعدوا في إنه تستوعب كمية بيانات كتير كبيرة بمئات الملايين، ومع ذلك يجيب لك خلينا نقول statistics دقيقة أو يعني كتير دقيقة، خلينا نقول ما هي دقيقة 100% ولكن كتير دقيقة عن الداتا اللي أنت مستخدمها. streams، stream هو واحد من الداتا تايبس اللي أضيفت لاحقا يمكن من سنة أو سنتين أقل شوي إلى ريدس.
ستريم بيشبه الايفنت سورسنج في كافكا بطريقه او باخرى. ستريم اللي 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 حضر الاستيك سيرش وبتتذكروا حكينا عن شيء اسمه داتا ستريم وكيف بامكاني انه انا اسوي انجكت انجست لداتا بشكل ريد اونلي فقط وابنت فقط. ستريم بيشبه هذا الكلام. اللي بيشتغل على كافكا بيعرف انه في شيء اسمه ايفنت سورسنج وبامكاني اسوي بوش للداتا والناس تقراها عن طريق بول. فستريم بيشبه هذا الكلام اللي موجود مثلا في كافكا. طيب الموديولز، هذا وحده من الموديولز الموجوده هون، هن خلونا نقول يمكن اشهر الموديول او اللي يعني متبناه من قبل ريدس لاب. لكن الموديول هو شيء انت بامكانك تبنيه. في كتير شركات بانيه موديولز as extension on top of Redis. واحدة من اشهر الموديولز هو Redis Search. Redis Search هو هو بالمعنى الحرفي ل Search Aggregation و Voltex Search و Search Res Search مثل Solar مثل Elastic Search. قد لا يكون بقوتهم لكن فيه ميزات كتير قوية وكتير كبيرة. وطبعا واحدة من اهم الميزات هي السرعة الخرافية صراحة اللي بيقدمها Redis Search. Redis JSON هو بإمكانك تتعامل مع جيسون اللي أنت مخزنه بريدس بطريقة اللي يفهمها جيسون، إنه أنا أبحث في كي معين في ستراكشر تبع جيسون، أنا بإمكاني أتعامل مع فاليو معينة جوات الجيسون، لأنه هو بدون هذا الموديول مثلاً أنت بتتعامل مع الفاليو اللي بتخزنها في ريدس as string. فريدس جيسون هو واحد من الموديولز اللي مهمة صراحة، اللي بتساعد في إنه أنا أتعامل مع جيسون بي 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 مع الجيسون داتا فعلا as json. Redis graph، الجراف اللي هو اللي بيربط لنا الريليشنز بين اللي بيربط لنا خلينا نقول الداتا بريليشن مثلا تستخدم بالسوشيال ميديا تويتر بفيسبوك الى اخره، وبيورينا العلاقات بين البيانات وبين النقاط. Redis bloom هذا يعني كمان بيستخدم خلينا نقول مثل فلتر، ممكن نحكي عنه لاحقا. Redis Time Series اللي هو بيساعدنا انه الداتا اللي بتشبه اللي هي فعلا Time Series اللي هي مثلا مثل IoT، مثل الداتا اللي ترسل مثلا مثل مثلا خلينا نقول برامج التوصيل اللي هي بتضل بتبعت داتا للسيرفر عشان تراكينج الى اخره. فهي بتساعدنا هذا الموديول. طبعا احنا نحكي عن موديول ترى سيستم كامل، هو ما هو موديول عباره مثلا والله عن 2 3 ميثودز، هو سيستم كامل مبني اون توب اوف ريدس. ريدس جيرز بتحسن تعتبره بروكسي بينك وبين الكلاستر تبع ريدس. ريدس اي اي هو ماشين ليرنينج واي اي كامل اون توب اوف ريدس. طبعا مثلا ريدس اي اي ريدس بانيته بالشراكه مع شركه اخرى، تمام؟ وكل هدول اللي شايفينه هن عباره عن في فيرجن فري بامكانك ايش تستخدمه. طيب من الاشياء اللي انت ممكن تساعدك في 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 ريدس، في عندنا اللينير سكيلابيليتي. يعني انت كل ما اجاك داتا زياده بامكانك انت سكيل اب او سكيل خلينا نقول اوت للكلاستر تبع ريدس. الهاي افيليبيليتي، ريدس كلاستر بضمن لك الهاي افيليبيليتي. الديورابيليتي، نحن قلنا انه ريدس تعتمد فقط على الميموري في القراءة والكتابة، لكن حكينا ايضا انه في عنده شيء اسمه RDB و AOF اللي هن تولز يمكن باك اب ككلمة ممكن تبخسهم حقهم، هن بضمنوا لك الدورابيليتي تبع ايش؟ تبع ريدس. الباك اب والريستور كمان بامكانك تستخدمهم. الجيو ديستريبيوشن، الجيو ديستريبيوشن مثلا انت عندك ريدس انستنس في 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 الرياض، وريدس انستنس في جدة، وريدس انستنس في دولة أخرى، تمام؟ فالريبليكيشن اللي بيصير بيناتهم ما عدا السرعة اللي لا يمكن تتخيلها، هو بيدير كل هاي المواضيع بطريقة إيش سهلة. التيرد ميموري أكسس كمان يعني هو بيدير عملية الأكسس للداتا اللي في الميموري. طبعا في تفاصيل رح نحكي عنها. المالتي تيننت، طبعا المالتي تيننت لما عم نحكي عن ريدس انتربرايز، طبعا اضافه للفيتشرز تبع السكيورتي. مثلا اللي اشتغل على ريدس سابقا ويمكن حتى الان هو بيستخدم ريدس في شيء اسمه باس كود كان في ريدس عشان اقدر اكونكت على ريدس. في فيرجن 6 وما ولاحقا ضافوا اليوزرز، بامكانك انت تضيف يوزرز. طبعا
وهي فيتشر جديده تصوروا، انه ما كان في شيء اسمه يوزرز بريدس، كان في شيء اسمه باس كود عباره عن راندوم كي انت بامكانك تسوي له كرييت تحطه بالكونفيج وتعطيه للكلاينت بحيث يتصل عليك. طبعا صراحه من الاشياء اللي نحن ممكن نتعلمها من ريدس مو فقط موضوع السرعه واللي بيستخدمون، البساطه اللي هن معتمدينها في تبني البرودكت تبعهم والاجيليتي. يعني تصوروا هن بيقولوا، حتى الفاوندر بيقول نحن يعني كنا شايفين انه ما في داعي نحط يوزر امكانيه انه ننشئ يوزرز ونعطي بيرمشن لليوزر والى اخره. كان في شيء اهم نفكر فيه في السنوات السابقه، اليوزرز ضفناه الان من فيرجن 6 وفوق، ضفناه الى درجه ضافوا انه بامكانك تعطي يوزر معين بيرمشن على كوماند معين في ريدس. يعني هلا مثلا شايفين هدول الداتا ستراكشر، هدول الداتا ستراكشر كل واحد له كوماند خاصه فيه، في عندنا مئات الكوماند، فبامكانك تسوي اليوزر عنده بيرمشن على كوماند معين. يعني مثلا فقط يقول عنده بيرمشن على الهاشز مثلا، ما بامكانه الا يستخدم الكوماند اللي علاقه بالهاش، مثال يعني، وهكذا. طيب كيف بدي اتعلم ريدس؟ اول شيء طبعا يعني كل الناس صراحه اللي منضمه للجروب واللي ان شاء الله عم يشوفوا الفيديو هاد عندهم الاكسبيرينس كافي اللي يشوفوا اللي من خلاله يتعلموا اي تول. لكن ريدس صراحه في موقعهم مأمنين يعني كميه بيانات هائله بتوفر عليك انه تقرا اي كتاب عن ريدس حقيقه. يعني وحده من اهم الكي تاسك بالنسبه لريدس انه يكون الدوكيومنتيشن مفصل وكافي انه يغنيك عن اي شيء اخر. هذا وحده من اهم البرنسيبل اللي متبعينها في ريدس في الديفلوبمنت تبع البرودكت، انه الدوكيومنتيشن تبع الكومنتس نفسه، يعني لما تيجي تقول له جيت بيشرح لك جيت بالتفصيل الممل لدرجه انه انت ما بحاجه لاي ريفرنس اخر يشرح لك جيت. تمام، قد يكون في بعض الكومنتس قد لا تكون مفهومه او مو مفهوم يعني غير مفهومه، ولكن تحتاج بعض التفاصيل، تحتاج تجريب، لكن الدوكيومنتيشن تبع ريدس صراحه غني جدا جدا. طيب شلون انا بدي اتعلم ريدس؟ طبعا اول شيء تابعونا بالجروب، هاي اول طريقه. ثانيا لاحظين كل هاي الريسورسز اللي موجوده، هاي كلياتها موجوده على موقع ريدس وبامكانك انت تستخدمها. وما في حاجه صراحه تبحث عن اي كتاب حتى تخلص هدول الريسورسز. عنده بامكانك انت تستخدم ريدس كلاود بحيث تاخذ انستنس فور فري، تمام، حتى ما بطلب منك كريدت كارد. في عنده سيكشن اسمه جيت ستارتد ويز ريدس، بسوي لك سيت اب سريع لريدس. الدوكيومنتيشن تبع ريدس مثل ما قلت كل الكومنتس دوكيومنتد بطريقه جدا جدا مرتبه. في عنده شيء اسمه ريدس يونيفرسيتي، في عنده مجموعه كورسز طبعا فري، كله هذا فري بالمناسبه، فيديوز، وفي عندهم مثلا ارتكلز، وفي عندهم كتب الى اخره. ريدس يونيفرسيتي جدا غنيه، وفي كورسات بديت يمكن من يومين، انا انصح الجميع انه يعني ينضم لها وهي فري، يعني والكورس ما في يعني استاذ هو اللي عم يعطي، ولكن انت بامكانك سيلف ستدي. ريدس سيرتيفيكيشن، كمان ريدس سيرتيفيكيشن من خلاله يعني بتساعدك انه تفهم ريدس بطريقه جيده. ريدس فور داميز، في عندهم كتاب اسمه ريدس فور دامي كمان فري اي بوك. في عندهم مجموعه ارتكلز كتير كبيره، ريدس بيست براكتسز تعلمك كيف تستخدم ريدس بطريقه صح. عندهم مجموعه وايت بيبرز جدا مرتبه اللي تساعدك تفهم ريدس وكيف تستخدم في المشاريع الى اخره. في عندهم داتا شيتس كمان، يعني هي عباره عن خلينا نقول بوسترات او بروشورات بس جدا غنيه في المعلومات. في عندهم سيكشن فيه بنش مارك لريدس، مثلا يوروك البيرفورمانس، يوروك مثلا مقارنه مع خلينا نقول مع تولز ثانيه عندها نفس الكونسبت، مع نو سيكوال داتابيسز ثانيه. عندهم اي بوكس كمان فري، عندهم تكنيكال فيديوز وتكنيكال توكس، البلوج والايفنتس والويبينار وكاستمر ستوريز وكيس ستاديز. انا انصح الجميع ما يطلع على اي مصدر ثاني قبل ما يخلص هي، يعني لا تفكر تروح تشتري كتاب او تروح على اوديمي او يوديمي ما ادري شو اسمه او تروح على بلورر سايت، لا تروح على اي ريسورس ثاني قبل ما تخلص هدول وكلهم فري. ومثل ما قلنا من اهم الاشياء الموجوده انه بامكانك تبني على ريدس كلاود فري، طبعا فيه ليميتيشن لكن بيساعدك كثير في انه تتعلم.
ومو محدود بأيام معينة أو سنة معينة، وما بطلب منك أي معلومات للبيمنت. وكل هذا موجود وين؟ على redislab.com. طيب خلينا الآن نشوف ديمو عن استخدام ريدس وكيف ممكن نحن نستفيد من ريدس. طبعا الديمو نحن بإمكاننا نستخدم تو سورسز، يا اما انت بإمكانك تسوي ريدس على دوكر، بإمكانك تسوي انستنس على دوكر، او بإمكانك ايش تروح على ريدس لاب على هذا اليو ار ال app.redislabs.com وتسوي انستنس جديده على ريدس لاب وتستخدمها وتستخدم الكومنت لاين معها والى اخره. بتساعدك كثير صراحه في 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 التعلم. طب خلنا نشوف نحن الان ديمو سريع الان عن ريدس. انا عندي على دوكر انستنس من ريدس. طبعا بامكانك على دوكر حتى تبني كلاستر. طبعا انت لما بتردس تنزل ريدس وبتفتح الكوماند لاين، تفتح الكوماند لاين لريدس. الان انت بامكانك مجرد فتح الكوماند لاين بامكانك تدخل على ريدس وتنفذ الكومنتس اللي ايش اللي تساعدك بالتعامل مع الداتا تايبس. طبعا اي شيء انت تحتاجه بريدس بامكانك تستخدم الكومنتس اللي موجوده ايش حتى اللي بتشوفها في الدوكيومنتيشن لكل الداتا ستراكشر اللي حكينا عنها سابقا. لسبب ما مش ايوه مش طالع. طيب الان ريدس سي ال اي ايوه. الان انت اول ما تفتح الكوماند برومت اللي موجوده اللي يفتح لك يا صديق لدوكر، اكتب ريدس داش سي ال اي، ما ادري ليش كتب اف اف، اكتب ريدس داش سي ال اي انتر. انت الان جوات ريدس تمام، بامكانك بقى تنفذ الكومنتس اللي انت محتاجها. طبعا معظمنا بيستخدم ريدس من خلال تو كومنت فقط، او يمكن تو او ثري كومنتس. ست وتقول مثلا برودكتس مثال هذا الكي، وبعدين بتحط مجموعه فاليوز، تحط مثلا ليست اوف برودكتس مثلا بي 1 فاصله بي 2 فاصله بي 3 فاصله بي 4 الى اخره. فانت هذا اللي نحن الله يبارك فيك، لو تقدر تعملنا ماكسمايز بس للويندو عشان نقدر نشوفها كويس. طيب لحظة شوي، واضحة هيك؟ بروبرتيز خلينا نشوف الفونت، واضح هيك الشاشة؟ بيرفكت. أيوة. شكرا. عفوا. الآن معظمنا باعتبار بيستخدم الريدس ككاش، فهو الكاش شو سيت تو جيت، ما في اكثر من هيك. هاي ست برودكت، حطيت مجموعه البرودكت تبعي في 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 الكاش تبع ريدس، بدي جيت بنسوي له برودكت، فاجا ايش البرودكت تبعي. معظمنا بيستخدم ريدس من خلال لايبراري، يعني بدي احكي عن نفسي انا بستخدمه من خلال مثلا دوت نت كور لايبراري. فنحن بنقول له اكتب في 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 ريدس، فهو بيكتب لي مثلا كي اسمه برودكت وحط البرودكت تبعه، جيت برودكت فبيجيب لي البرودكت تبعه. يمكن بعضنا عم بيضيف اكسبايري ديت او تايم على الكي اللي مثلا نحن اسمه برودكت مثلا مثل اكسباير. طيب اكسباير مثلا ونقول له برودكت، بعدين مثلا نعطيه 10 سكند تمام. غالبا اللي عم يستخدم الكاش غالبا 99%، واللي عم يستخدمه من خلال لايبراري ترى هو يمكن عم يستخدم set get expire، ويمكن عم يستخدم الديليت مثلا انه عشان يحذف ايش الكي. طبعا برجع بذكر انه فعلا الكومنتس اللي موجوده مع ريدس فيري سمبل، هن بيعتمدين بكل ريدس البساطه في استخدام ريدس. من الاشياء الموجوده في الكوماند برومبت تبع ريدس، الكوماند لاين اللي بامكاننا نستخدمه بريدس، هو اللي شايفينه انتم. لاحظوا لما بتكتب مثلا الكومنت بيطلع لك شيء بيشبه خلينا نقول الانستراكشنز اللي ممكن تتبعها عشان يعني تسهل عليك. يعني هون عم بقول لك سيت وحط اسم الكي، بعدين حط الفاليو، بعدين عم بيضيف لك الباراميترز الاخرى اللي بامكانك تستخدمها مع شيء اسمه سيت تمام. واي شيء بين قوسين هدول المربعات هو تقريبا اوبشنال. طبعا السيت مثلا فيها كتير اوبشنز، يعني انت بامكانك تحط الاكسبايريشن بالملي سكند، تاريخ انتهاء بالملي سكند،
بإمكانك أنت تقول له لا تكتب بالكي إذا ما هو موجود مسبقاً، وبإمكانك تقول له اكتب فقط لما يكون موجود وهكذا. تمام؟ هذا بشكل يعني إيش؟ يعني خلينا نقول سريع، ديمو بسيط عن ريدس. طبعاً إذا أنا بدي أحط مثلاً هاش، في عندي اسمه اتش ست. تمام؟ يفترض مثل ما قلنا يوزر رقمه 10. هلا شوفوا حطينا هاش اسمه يوزر نقطتين 10 مثال. طب انا بدي احط نيم، اسمعي ايج 10 سيتي رياض مثلا الى اخره. لاحظوا هذا هاش فاليو مؤلف من الكي تبعه اللي هو يوزر نقطتين 10، وبعدين ايش كي فاليو جوات الهاش. وغالبا اللايبرز اللي عم تجي بتستخدم الهاش عشان تخزن الداتا. فانا صار عندي ايش هاش فيه النيم وفيه الايج وفيه السيتي. يعني اعتبر اليوزر بروفايل تبعك، اعتبر هيدا الرو انت اخذته من داتابيس وكتبته بي 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 بكي موجود في ريدس اسمه يوزر نقطتين 10 وحطيت نيم واسماعيل الى اخره. طبعا هون ممكن انت طبعا الداتا ما تحطها بالطريقه هاي كي فاليو، بامكانك تحطها سترينج وتكتبها في مثل ما حطينا في البرودكت مثلا. بامكانك تستخدم الموديل تبع جيسون وتحط الداتا تبعيتك از جيسون. تمام؟ وهكذا. طبعا من الاشياء المفيده اللي لما تستخدم مثلا الهاش مثال، يعني انت بامكانك تسوي في شيء اسمه اتش انكريمنت اتوقع، او انكريمنت اتش ماني متذكر. المهم في شيء انت بامكانك انت تكتب كوماند تزيد قيمه فاليو تسوي انكريمنت، او تعدل قيمة فاليو معينة. مثلا بدي اعدل بس النيم مثال. مثلا لو جينا قلنا له اتش ست يوزر نقطتين 10 ايج 33. تمام؟ لو قلنا له اتش جيت اول قلنا له يوزر نقطتين 10، لاحظوا جاب لنا اياهم كلياتهم نيم هاي الكي وهي الفاليو الكي. لاحظوا شلون هو عدل فقط الايج. طبعا طريقة استخدام ريدس يعني خلينا نقول الكود ترى هو سهل، لكن بدك تتعلم الكابابيليتيز تبعهم عشان تعرف كيف تستخدمهم واليوز كيسز اللي ايش اللي تستخدم فيها. ايمت استخدم هاش، ايمت استخدم سترينج، ايمت استخدم ليست ستريم الى اخره. تمام؟ ترى هو جدا سهل تعلم ريدس، يعني اكثر مما تتخيل، لانه هذا هو الكومنت تبع اللي انا بكتب فيه وبقرا فيه، ما في شيء ثاني يعني ما هو اختراع. لكن كيف تستخدم NoSQL Key Value Database بانه تستخدمها في المشاريع تبعك. طيب هذا الديمو خلينا نقول تبع صديقنا اللي اسمه ايش اللي على دوكر. طب لو شفناه مثلا هون على الاب، طبعا انا عندي اكونت مسوي اكونت، طبعا الجميع شايف الشاشه، انا مسوي اكونت على Redis Lab. بامكان طبعا هذا الفري فيرجن بيسوي لك داتابيس وبيعطيك الاند بوينت عشان تسوي الكونكشن، وبامكانك تسوي شويه كونفيجريشن تحط يوزر نيم، الايفكشن بوليسي للكاش كيف يعني متى يسوي خلينا نقول ريموف لكيز معينه من الكاش الى اخره. فبامكانك يعني كثير تستخدم الفري فيرجن باشياء كثير جميله، اضافه لمجموعه سيتنج ومجموعه ريبورت و الى اخره. بامكانك حتى تسوي يوزرز تستخدمها على الكلاود، وبامكانك تتصل بريدس اللي موجود على كلاود، بامكانك تتصل فيه من بامكانك تتصل فيه من ايش اسمه من 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 الكوماند لاين تبعنا. اتوقع كان في عنا لينكس ناسي صراحه. بامكانك انت تكتب هون ناسي الكوماند بس ريدس داش سي ال اي اتوقع. طبعا هذا عشان تتصل مثلا ناقص اتش زي ما خانتني الذاكره. بامكانك توصل للاند بوينت تبعك في 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 ريدس لاب. يعني بامكانك انت توصل تسوي كونكت لريدس لاب، انا ما بدي اطول فيها لانه عشان ما يخلص الوقت. بامكانك تتصل من الانستنس تبع دوكر من ريدس سي ال اي، تتصل على ريدس انستنس اللي بانيها وين على كلاود، وتكتب كوماند وتشيل كوماند والى اخره. طيب التولز طبعا في كتير تولز من ريدس. اليوم رح نحكي او رح نشوف ريدس انسايت. ريدس انسايت جدا جميله فري،
مع انه موجوده على ريدس انتربرايز، بتنزلها. هو عباره عن ويب ابلكيشن بسيط مبني على رياكت، بيسوي لك بتشوف كل الداتا اللي مخزنه في ريدس، يعني شلون مانجمنت ستوديو تبع اس كيو ال سيرفر، اعتبروا هذا المانجمنت ستوديو تبع ريدس، وطبعا فري ولسه ايش عم يطوروا عليه. البيج او انوتيشن، قبل ما نبدا في ريدس يا جماعه نفسه، قبل ما تتعلم ريدس راجع المفهوم تبع بيج او نوتيشن، لانه كل كومنت راح تشوفه في ريدس راح تلاقي فيه جنبه شغله اسمها تايم كومبلكسيتي، وبيكتب لك جنبه او 1 او لوج ان او لوج ان زائد ام. طب ايش هي؟ هذا اسمه بيج او نوتيشن. هذا هو البيج او نوتيشن، لانه الكومنتس هاي في لها كومبلكسيتي معينه، فعشان تضمن البيرفورمانس وتعرف الكل كومنت ايش قد السرعه تبعه وسريع وبطيء والى اخره، فكويس تشوف البيج او نوتيشن وتفهم ايش يعني او 1، ايش يعني او لوج ان، ايش يعني او ان والى اخره. هدول بكل بساطه بيحكوا عن البيرفورمانس تبع الكومنت اللي انت عم تنفذه على الكي الموجود في ريدس، اللي موجود في ريدس، وبيعطيك فكره انه انت استخدمت مثلا سيت ولا استخدمت اتش جيت ولا استخدمت سكان، ايش البرفورمانس تبع كل كي. فكويس انه تفهم هذا الموضوع، وهذا من الاسئله اللي كثير مطروحه حتى في الاكزام تبع ايش السيرتيفيكت. طيب قبل ما نختم، مثل ما قلنا هذا انترودكشن على ريدس، قبل ما نختم رح نحكي كثير بسيط عشان نشوف ايش قد ريدس لايت وايش قد سريع. ريدس انستنس الفاضي بيجي 3 ميجا بايت في الميموري، 3 ميجا بايت في الميموري. 1 مليون سمول كي سترينج فاليو بيرز بياخذ 85 ميجا بايت في الميموري، مليون كي. طبعا لما نقول سمول كي سترينج فاليو، يعني انت مثلا شفت البرودكت، حطيت انا ليست برودكت في 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 كي اسمه برودكت، تمام، حطيت جيسون في برودكتس، حطيت ليست اوف يوزرز في هذا، هذا سمول كي. طبعا تصوروا انتم تحطوا مليون رو في ريليشنال داتابيس، تخيلوا الحجم. هو عم بقول لك انا بخزنهم ب 85 ميجا بايت في الميموري. مليون كي هاش فاليو، كل هاش فيه 5 فيلد بياخذ 160 ميجا بايت في الميموري. لاحظوا هو دائما بيحكي ميموري، ما في هارد ديسك، ما في شيء اسمه هارد ديسك. طبعا لما انت تحكي عن مليون كي بياخذ 160 ميجا، فتخيلوا ايش قد الميموري اللي مستخدمينه ريدس، ايش قد اوبتمايزد طريقه استخدامها. طبعا ريدس مبنيه باستخدام سي، تمام. طيب في تول اسمها ريدس بنش مارك بتساعدك انه تعرف السرعه او البرفورمانس تبع الانستنسز اللي انت ايش بانيها. الكويستشنز، في بعض الكويستشنز اللي طرحت على الجروب، هل تعتقد ان استخدام ريدس اوفر انجينيرينج؟ مثل ما جاوبنا، ما في شيء اسمه تستخدم ريدس دائما، كل مشروع له كيس خاصه فيه. لا ترقد دائما على تول تاني بغض النظر ايش الريليشنال داتابيس تبعك، الا اذا كانت مثل ما قلت هي البرايمري هي البرايمري داتابيس اللي ايش انت عم تستخدمها. سؤال تاني، ايش الفرق بين اللينك ان لينك وديليت؟ مثل ما قلنا ان لينك هو اسينك كوماند، بيحط فلاج على الكي انه هذا ديليتد بس ما بيحذفه، بعد شوي بنحذف لوحده. طبعا بس سويت اللينك ما ممكن تقرا الكي. الديليت لو اعطيته 10 كي بحذفها في نفس التايم، لذلك الكومبلكسيتي تبعيته هي او ان. طبعا البيرفورمانس تبع اللينك اكيد افضل. هل النو سيكوال راح يسوي ريبليسنج لاس كيو ال؟ النو سيكوال الى مثل ما قلنا انواع مختلفه، كي فاليو، في عندنا دوكيمنت الى جراف الى اخره. انا ما بعرف، ولكن ما بتوقع راح يسوي ريبليس للريليشنال داتابيس، لكن مثل ما قلنا النو سيكوال اخذ حصه كتير كبيره من السوق، وكل واحد له استخداماته بطريقه او باخرى. ثانكس، يعني هذا اللي عندنا اليوم، وان شاء الله الاسبوع الجاي كمان في سيشن راح نبدا بتفاصيل اكبر في ريدس، نشوف الداتا تايبس وكيف نتعامل معهم، كيف نضيف كي، كيف نقرا كي، ايش الميزات اللي انا موجوده في كل داتا تايب وايش بيفيدوني، مع امثله اكبر عن الموضوع. وحتى راح نطرح كيف نستخدمها مثلا في سي شارب، عذرونا جماعه التولز الثانيه مثل بي اتش بي ونود جي اس وجافا و الى اخره. راح نستخدم سي شارب في امثلتنا، وهي ترى نفس اللايبرريز في النهايه، بامكانكم تستخدموا اي لايبرري موجوده. اللي عنده اي سؤال ممكن يتفضل ويسال، سواء الان مثل ما قلنا او لاحقا على الجروب. What the use case of H scan
اتش سكان اللي هي بتسوي سكان على الهاشز اللي موجوده. اذا تبحث عن كيز معينه بامكانك انت تقرا هاي الكيز من ريدس. لو جينا ريدس سي ال اي اتش سكان، طبعا لو دخلت على الكوماند طبعا انت بتحط كي مثلا، وبامكانك تحط خلينا نقول كورسر. طبعا هاد بيساعدك انه انت تبحث عن كيز بباترنز، تمام. في شيء اسمه كيز، في كوماند اسمه كيز، وفي كوماند هذا اللي اسمه اتش سكان بيساعدك تبحث عن كيز. يعني انت لو الادمنستريتور تبع ريدس على برودكشن وبدك تسوي ترابل شوتينج، هذا بيساعدك بشكل كتير كبير. يعني عمليا هذا انا كديفلوبر ما كتير راح احتاجه، ويمكن ما افكر انه استخدمه اصلا. هذا بيساعدني اشوف الكيز الموجوده اونلاين واحذف واشيل اسوي ترابل شوتينج. يقول لي الديفلوبر انا عم بسوي كاش، اقول له طب اعطيني اسم الكي اسوي عليه سكان. طبعا هذا اسرع من الكيز كوماند لانه بيستخدم الكورسر، وبامكانك تحدد عدد معين من الكيز اللي يسوي لها ريتيرن. معلومات قيمة فعلا. طيب ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي السيشنز القادمة اكثر افضل بكثير، وباذن الله فيها معلومات اكثر ان شاء الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. مثل السيشنز، وهل في جروب يكون يعني مثلا بالتليجرام او الواتساب؟ نحن في عندنا جروب على تليجرام اسمه ريدس، اسمه ريدس، ريدس بالعربي. الان نحن بنحطه ان شاء الله على الشات.